تحدثنا عنها. خلونا نتكلم على مستوى العلاقات الأسرية، العلاقات مع الأبناء، العلاقات مع الزوجة، العلاقات الخاصة. هل توكيد الذات والصراحة جيد أم أنه مفسد؟ جيد أو أنه مفسد؟ هناك مقولة تقول للإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله، تقول 9 أعشار العافية في التغافل. في التغافل، التغافل يا كرام سوسة العلاقات. أوف، التغافل سوسة العلاقات الخاصة، ولكنه ممتاز في العلاقات العامة، ممتاز في علاقات العمل. أما من أشوفك كل يوم فالتغافل قد ينخر العلاقة. هناك يا جماعة 4 فيروسات إذا دخلت في علاقتك مع أي شخص أمرضتها. الفيروس الأول كثرة اللوم، الفيروس الثاني العصبية، الفيروس الثالث الحساسية، أي شيء يزعلك، الفيروس الرابع المرض الرابع، الخطر الرابع الكتمان الذي ولده التغافل، الكتمان الذي ولده التغافل. خل أعطيكم إياها على خطوة خطوة، إيش أثر التغافل على حياتنا. التغافل لما يحدث في حياتك يفسدها. أحدهم كان يناقشني يقول لي طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه في القرآن عرف بعضه وأعرض عن بعض، يقول لاحظ أعرض عن بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتغافل. فقلت له طيب والله أصدقك، لكن اقرأ الآية مرة أخرى، عرف بعضه وأعرض عن بعض. إذن لم يكن متغافلا عن كل شيء عليه الصلاة والسلام. التغافل عما يؤذيك سيؤذي علاقتك، وربما يهدم علاقتك، وربما يفسد علاقتك، وربما ينخر في علاقتك بسبب بسيط يا جماعة، بسيط جدا. عندما لا تخبرني أنك ما تحب هذا الشيء فأنا سأفعله مرة ومرتين وثلاث، فأصبح أنا بالنسبة لك مصدر إزعاج لك. ليش؟ لأني قاعد أسوي أشياء ما تحبها أنت، وأنا لا أعلم الغيب وأنت لم تتكلم، وبالتالي أنا أقترب منك وأنت تبتعد عني، أنا أقترب منك وأنت تبتعد عني. لماذا؟ لأنك تسكت وأنا لا أفهم، وبالتالي سأكرر الخطأ مرة ومرتين وثلاث، فأنت تسكت ولا تخبرني فأكرر مثل هذا الشيء حتى تعافني.